في كتير قصص عم تتغير بالبلد، بس في شغلة واحدة ما رح نسمح أبداً إنها تتغير، حق التلميذ بالتعليم. لهيك جامعة الروح القدس قررت تخلي الدولار الجامعي على السعر الرسمي 1515 وما يتغير، والدعم المالي لأكثر من 70% من الطلاب مكمل وما رح يتغير، لأنه التغيير الوحيد يلي من آمن فيه هو التغيير الإيجابي يلي بيخدنا كلنا لمستقبل أفضل.